هذا ومن جانبه دفع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل عن موقع الجزائر داخل القارة الإفريقية، وقال إنها تحتل مكانة متقدمة على عكس ما يتم الترويج له. وخلال مداخلة مطولة ألقاها في أشغال اليوم الثالث من جامعة منتدى رؤساء المؤسسات، اتهم مساهل المغرب بمحاولة الإساءة للجزائر وسط الشركاء الأفارقة، وقال أن البنوك المغربية المنتشرة في القارة الإفريقية تمارس تبييض أموال المخدرات التي تعتمد عليها الرباط في مساعيها المشبوهة في السوق الإفريقية. التغطية لميلود ساولي. الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر تتحرك على كل الجبهات في سبيل خوض معركة التحول الاقتصادي للبلد. فمن فضاء الحوار المباشر للجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يرافع لسياسات الحكومة ويؤكد أن الجزائر أضحت ترمي بكل ثقلها في سوق القارة الإفريقية لتصدير المنتجات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في سياق دولي تحكمه الكثير من الحسابات الجيوسياسية. فالرجل راح إلى أبعد من ذلك بعد كشفه لحقائق صادمة عن التكالب المغربي في المنطقة ضد الجزائر. Au plan des assurances, des banques étrangères, mais faut pas oublier que dans toute l'Afrique du Nord, Maroc compris, parce que très souvent les gens nous comparent au Maroc, mais Canoëlo. Les banques marocaines, on sait, c'est le blanchiment de l'argent du hashish, tout le monde le sait. Et ça, c'est des chefs d'État africains qui me le disent. Si c'est ça une banque, m'échappe. Donc, واحد ما يخلعنا, personne. Et Royal Air Maroc, elle transporte autre chose que des passagers. Et ça, tout le monde le sait. Non, on n'est pas le Maroc, on est l'Algérie. On a un potentiel, on a de l'avenir. Nous sommes un pays stable, nous sommes un pays sûr. Je vous dis, c'est pas nous, c'est les autres qui le disent. Doing business aujourd'hui en Afrique du Nord, il n'y a que l'Algérie. Ni l'Égypte, ni la Libye, ni la Tunisie. جسامة التهديدات الأمنية التي تحدق بمحيط الجزائر هاجس يظل يشكل حجرة عثرة حسب مساهل أمام تعزيز ديناميكية التعاون الاقتصادي بين دول الجوار. L'ouverture des frontières est liée au problème sécuritaire, il est lié à la migration clandestine, il y a beaucoup beaucoup de menaces qui pèsent sur l'Algérie, donc nous sommes très prudents. Les lignes, la frontière est fermée, mais à la frontière s'ouvre. De temps en temps pour des besoins précis. C'est pas tous les jours qu'il y a des camions qui passent. C'est pas tous les jours qu'il y a des camions qui vont. Il y a des camions qui viennent et qui ramènent des clandestins. Il y a beaucoup de choses. C'est pas aussi simple que vous pensez. تسهيلات وضمانات عديدة تتعهد الدبلوماسية الاقتصادية بها أمام المتعاملين من أجل إزالة كل المطبات في كل التعاملات التجارية الخارجية، لا سيما معالجة كل القيود والقضاء على الإجراءات القانونية والبيروقراطية أمام المصدرين، رهان يستدعي رفع مستوى التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية على أعلى المستويات.